وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد أي عظم غضب الله، فيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل بما يليق به. وفي هذا رد على المعطلة، والمعطلة هم الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات، وعلى المعتزلة الذين ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، على الأشاعرة الذين يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات. وشبهة هؤلاء أنهم قالوا لو أثبتنا صفة الغضب لشبهناه بالمخلوق، وإذا شبه بالمخلوق في هذه الصفة فإن غضب المخلوق ليس محمودا، فإن آثار غضب المخلوق آثار سيئة، قد يطلق زوجته، قد يقتل خصمه، قد يضرب ولده، قد يلعن، قد يسب. وهؤلاء في الحقيقة كما قال بعض العلماء إن كل معطل ممثل، هم معطلة، لكن ما الذي جرهم إلى التعطيل؟ التمثيل، وإلا فقد قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى أن يكون له مثيل وأثبت له السمع والبصر، مع أن المخلوق له سمع وبصر، قال تعالى فجعلناه سميعا بصيرا، فأثبت للمخلوق السمع والبصر وأثبت لنفسه جل وعلا السمع والبصر، لكن ما الذي قبلها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن يسمع لا كسمعنا، يبصر لا كبصرنا، وهلم جرا. ومما يرد عليهم أن يقال لهم إذن ماذا تقولون في صفة الغضب المذكورة في الكتاب والسنة؟ فيقولون معناها الانتقام أو إرادة الانتقام، اشتد غضب الله على قولهم، أي يعني اشتد انتقام الله أو اشتدت إرادة انتقام الله. ويرد عليهم فيقال أأنتم أفصح كلاما من كلام الله؟ فإن قالوا نعم كفروا، وإن قالوا لا فيقال لهم ألم يقل الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم. إذن فرق بين الغضب وبين الانتقام، فجعل الانتقام آثر من آثار الغضب.